الحمد لله. ايه وصلت لهم؟ ايوه وصلت لهم طبعا، يعني زي ما توقعت واكتر كمان. صورتهم؟ شويه صور، لو شفتيها هتاكلي عينك وراها. انتوا ما انا بقول لك لو شفتيها بقى. يعني ايه؟ يعني شدي حيلك يا فريده، الموبايل الله يرحمه. يخرب بيتك الله يرحمه، ايه الموبايل فين؟ انا هقول لك اهو، وانا واقف مندمج وبصورهم ومادد ايدي كده، عيل جري موتوسيكل خد الموبايل وجري. موتوسيكل؟ انت بتشتغلني يالا؟ مفيش موتوسيكلات هنا. مش بشتغلك، في موتوسيكلات بس انا ما سبتوش، فضلت اجري وراه اجري وراه وسبتهم خالص وما لحقتوش. بعدين؟ وبعدين ما سكتش، رحت عملت بلاغ في القسم. وقالوا لك ان شاء الله؟ قالوا لي اطمن يا استاذ سعيد. استاذ؟ والله انبسطت قوي ان قالوا لي يا استاذ، اول مره حد يحترمني. طب اخلص. حاضر حاضر، هقول لك هقول لك اهو. ايه اللي حصل؟ قالوا لي تعالى كمان شهر يا استاذ سعيد وان شاء الله تلاقي التليفون. يعني ايه؟ انا عايزه موبايل. ما انا هروح كمان شهر، بس يا رب الواد اللي سرقه ما يكونش مسح الصور من عليه، ده لو لقوه اصلا. انا مش هستنى شهر، الموبايل ده يجي لي النهارده باي شكل، انت فاهم ولا لا؟ الموبايل ضاع يا فريده. ضاع مين؟ ولا خد يلا. يا اهلا وسهلا. انت البيلمان؟ ايوه. يعني مش شايفني جرير الشنطه؟ يعني حضرتك شايلها فوق راسك، انت جريرها. انت هتستغفر. فين الريسبشن؟ ما هو قدام حضرتك، انت بتسال كتير ليه؟ يلا قدامي. حاضر اتفضل. قدامي اتفضل. فين الريسبشن؟ اهو يا فندم والله اهو. ايه ده؟ ما شاء الله يا فندم، حضرتك شبه المصارع اللي هو ساعات بيبقى ستون كول ستيف اوستن ساعات بيبقى جولدبرج بتاع حضرتك. واحده تانية دي ممكن قلت لكم يقع فيه. انا عاوز اوضه. تمام يا فندم، في حجز؟ مفيش حجز. وما تقوليش مفيش اوضه يا فندم. لو مفيش اوضه احنا نبني لك اوضه فورا على البحر. ايه احنا هنهرج؟ استاذ حضرتك بس يا فندم، ممكن البطاقه ولا فيها قله ذوق مني؟ ده مش قله ذوق وبس، ده قله ادب منك كمان يا بيه. انا جسمي بتاعه يا فندم، بس جسم حضرتك مش هيخش معايا في مكنه التصوير. انت هتستظرف ولا ايه؟ ما اقصدش سعادتك. طب ممكن بس اسم حضرتك؟ هيثم. هيثم. هيثم ايه يا فندم؟ هيثم وبس. هيثم وبس، تمام. مش عايزك تتعصب، لما تتعصب الترابيز هتقفش، مش هنعرف نلعب رفرف. انجز. وانت المدرب بتاعي؟ الانسه دي نازله عندكم؟ دي ريم. انت تعرفها؟ هو في حد ما يعرفهاش؟ دي من ساعه ما جت وهي موقفه الاوتيل كله على رجل. على رجل؟ لا يا راجل، صاروخ ارض جو. اول حاجه حضرتك، انا لولا ان انا احب البنت اللي جوه اللي اسمها فريده كنت اتجوزتها. اتجوزت مين؟ حضرتك كده بتقرص على الباي، ممكن يحصل لنا مزح. وانت المدرب بتاعي؟ عليك امان يا فندم. انجز. ايه يا فندم؟ والبي ده كمان نازل عندكم؟ ايه ده؟ وانت مصور الفندق كله ولا ايه؟ انجز. البي ده هيبقى مين؟ ده مستر فارس صاحب الاوتيل. الاقيه فين دلوقتي؟ هتلاقيه مع ريم بيخلصوا تفاصيل الجواز. جواز؟ او طلاق. حضرتك انا حضرتك معصب نفسك، حضرتك معصب نفسك يا فندم، وانا ما رحبتش بيك الترحيب اللي يوافق بحضرتك. اتفضل يا فندم، اتفضل، ادي ويلكم درينك. سوري. ايه ده؟ سوري يا فندم، اتفضل ويلكم درينك. اجيب طبق كاج ولا ايه؟ ماشي يا عم هيثم. 37 مس كول على الموبايل بتاع البت بتاعت الريسبشن. طبعا هتموت وتعرف مين اللي بعت لك صوري انا وفارس. حلو ده. ايوه فارس. ايوه ريم، انا كنت عايز اقعد معاكي شويه، ولو مش عايزه بلاش. لا خالص، انا كمان عايزه اشوفك واقعد معاك. طيب تحب نتقابل فين؟ بقولك ايه، ممكن نتقابل في اوضتي؟ اوضتك؟ اصل انا تعبانه قوي من ساعه ما صحيت الصبح ومش قادره اخرج من الاوضه. هقابلك كمان 10 دقايق في اوضتي، ما تتاخرش. اوكي باي. على فكره انا هستثنى سعادتك من 10% على عربون اللي باخدهم مقدما من التيبس، وده مش عشان مديت ايدك عليا في اللوبي، لا ده عشان حضرتك تحوشهم لي وتدوني المبلغ كله على بعضه وانت خارج. ولسه قدامنا كتير على الاوضه. هانت يا فندم، هانت. اتفضل اتفضل يا فندم. انا اسف انا اسف، لا مؤاخذه، معلش. اتفضل. عايزين نروح لها الاوضه. عادي، ما هي في حكم مراتك. لسه ما بقتش، انت مش قلت لي شكمها الاول؟ ايوه، انت اول ما تخش تروح ماسك شعرها لفه على قديك وخبيتها في الكومودينو دب 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 كده. ها وفرصه ان كنت لوحديك، بتقول لك بقى احرجتني قدام الناس، هزقتني والجو العبيط بتاع الحريم ده. طب ما تيجي معايا
بصفتك المحامي بتاعي. يا ابني انت رايح تتجوز ولا ترفع قضيه؟ غريبه ان عمري ما كسبت في لعبه البس دي. نفسي اكسب مره واحده بس 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 مره واحده بس في هذه اللعبه. الحمد لله كسبت. قول لي يا كابتن. كابتن ياه، فكرتني بايام زمان، بايام ما كنت بأداعب الكره وكانها عروس مطلقه. طب قول لي يا بطل وينجز، شفت البت دي النهارده؟ دي ريم. هي مشهوره هنا قوي كده؟ كلام في سرك. من ساعه ما جت الاوتيل وهي موقفه الاوتيل كله على قدم، اي على رجلي يعني. انا نفسي اشوف الرجل دي. نعم. شفتها النهارده ولا لا؟ هي هتجيلي لحد عندي برجليها. اشمعنى خفيف؟ اصل انا المأذون اللي هجوزها على مستر فارس صاحب الاوتيل. الله، يا سلام، انت اللي هتجوزهم؟ لايقين على بعض قوي، تقولش عصفورين حصاوي وهيتحطوا في قفص واحد. ده انا اللي هحطك جوه القفص وهتبقى اخر جوازه في عمرك لو الجوازه دي تم. عمري المهم انها تتم. وما على فين يا كوتش؟ ايه ده؟ ده انت قاطرني بقى. تعالى بس، امال اسيبك تبوظ اللي احنا عملناه. لا، ما بص بقى يا متر، ما ينفعش ادخل لها الاوضه. انا عارف تخاف من ايه، لكن اخلاقك وتربيتك تمنعك تعمل اي كخ. بس تربيتها هي مش هتمنعها. يا سيدي ما قلتلكش كومها، هات دماغها كده في الكومودين ودب دب 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 وخلاص. يا استاذ غلاب، يا استاذ غلاب، دي بتقول لي لو بيت بره ما تقوليش انا جايه منين ولا كنت بايته فين. لو بايته بره رجلك على رجلها، بايته عند زميل معاها. يا راجل. طبعا. ايه ده، دي الدنيا اتغيرت قوي. طبعا. طب ومين اللي هينام في النص؟ عادي. الله، مش انت جوزها؟ هي انت واحد يعني. تعالى بس تعالى. طب بص، انت بقى وقف لي بره لغايه ما اخلص. نعم افندم. اهو شفت، اذا كنت انت خايف ان انت تقف بره، امال انا هعمل ايه بقى لما ادخل جوه؟ لا، بره شكلها وحش، جوه انت واخلاقك بقى. طب يا متر، عشان خاطر العموله يعني خليك واقف. اذا كان على العموله يعني خلاص، انت اخويا وصاحبي يعني، هقف وامري لله. بص هقول لك على حاجه، فاكر فيلم اسماعيل ياسين؟ طبعا. اول ما اقول لك يا جزر كده اهو، انت تخش لي على طول. جزر ايه وبتاع ايه؟ انت خايف منها كده ليه؟ امال بعد الجواز هتعمل ايه؟ يا عم يا رب ما اتجوزها اصلا. يلا يا عم ما تضيعش وقت، يلا اتكل على الله كده، سمي كده برجلك اليمين. يلا اسمي؟ سمي. وانا هنا، ما تقلقش انا موجود. تمام، انت تمام يا متر. ربنا يقويك. مين؟ انا فارس. تعالى يا فارس، الباب مفتوح. ايه ده؟ وكمان فتح الباب؟ يا رب يا ساتر. يا فارس تعالى. انا جاي يا حاج اهو. انت في السرير؟ تعبانه قوي. تعبانه؟ لحظه واحده اجيب لك دكتور. ايه ده؟ ومش هتغير عليا من الدكتور اللي هيكشف عليا؟ هو انت تعبانه قوي كده؟ تعبانه قوي، بص حتى سخنه. انا كده انا اللي حاسس. لا لا بلاش، انا كده هتعب. لا وبلاش الضحكه دي كمان. لا لا بلاش بلاش. ايه يا فارس؟ اصل غلاب واقف بره. ثانيه واحده بقى، ما اصل غلاب انا بعرفش. انا جاي بصراحه عشان اشكو، عشان نتفق على تفاصيل الجواز. طب طالما هنتكلم في الجواز، تعالى. بصراحة قعدة السرير دي يعني هنقعد على السرير؟ ولا هنقعد فين؟ بصراحة السرير يعني قعدة السرير دي تعالى أقول لك على حاجة. الواد اللي تحت بيعمل كابتشينو يجنن. تعالي هاخدك تحت. بص مش هتعرفي تنزلي صح؟ أزقك على الترولي. يلا تعالى. وهون عليك. لا ما تهونيش. جزر جزر، هو انت عايز تشرب عصير جزر؟ لا يا نسون بقى.